صباحكم ومساءكم متابعيني وحبايبي وطلابي من كل دول العالم. اليوم درسنا رح يكون عن الوعي، الوعي البشري. شو هو الوعي البشري؟ طبعا انا حاول اليوم قدر الاستطاعة احكي لكم الموضوع بطريقة كتير مبسطة، ما اعقد لكم اياها، لافت الكون بحالة الشعور ولا الشعور والفعل وردة الفعل، ولا يجي حاكي يكون بتقنيات العقل الباطن أو بشو اسمه بالنفس وبالروح. حاول بسط لكم اياها بطريقة كتير خفيفة كتير مبسطة لتقدروا توصلكم الفكرة. طبعا هم بدي أعمل ملاحظة اني انا حاولت الدرس أعملكم اليوم مبسط كتير لسبب بسيط جدا. أنا كتير من الأشخاص فاجأوني عم يدرسوا علم نفس، وأشخاص منهم حتى عم يدرسوا شو؟ يدرسوا برمجة ويدرسوا طاقة ويدرسوا وأخذين شهادات وعلى أساس أنهم هن الدكاترة، وهن حافظين صم ما بيفهموا ولا بيستوعبوا شو يعني بكل بساطة شو يعني الوعي واللاوعي. وهذا اللي خلاني أعمل المحاضرة هي لأحد الأسباب، أنه في شخص كان عم يناقشني وعلى أساس أنه هو كتير بيعالج بعلم النفس. نحكي أنه العقل الباطن وما العقل الباطن اللاوعي. قال لي انتو شو المصطلحات اللي عم تحكوها؟ هذا كلياته كذب. وانا استغربت من حكيه. قال لي لا، هي اسمها لا شعور. هون استوعبت اني انا لازم حاكيه بمصطلحاته اللي هو دارسها فقط من خلال المدرسة، من خلال مدرسته. وصرت حاكيه بمصطلحاته اللي مرتبطة بعلم النفس، صار يستوعب علي. اما هي في مصطلحات العقل الباطن او اللاوعي، ما هي كلها مصطلحات لشغلة نفسها. حتى هي اللي بيجي شخص بيقول لك شو اسمه الهالات وبرمجة الهالات، ما هي كلياتا مرتبطة باللاوعي، كلياتا مرتبطة بعض، ولكن مصطلحات. هذا مصطلح سنسكريتي، هذا مصطلح وجدته بأوروبا، هذا مصطلح موجود عند الطاقة، هذا مصطلح حديث بالبرمجة اللغوية العصبية. فالمشكلة انه ما عم يفرقوا، عم يضيعوا الناس بين المصطلحات. فمن السهولة واللي أنا بدي أقعد أنا أتكلم معكم بطريقة أني ضيعكم وورجيكم أني مثقف، حاكيكم بأصعب المصطلحات تمام، فما حتطلعوا معكم لح تستوعبوا شيء. ممكن يقول هذا شو عم يحكي سنسكريتي، ممكن يقول هذا مثقف نفهم عليهم دول جماعة المثقفي، ولكن الحقيقة هم ما وصل لتكون لشيء. أنا بدي بسط لكم هاي الشغلة بحالة اسمها الوعي. ففي عنا الوعي هون، في ظاهر وفي باطن. الوعي الظاهر اللي هلا كلياتنا بنستوعبه، هذا ما في داعي احكي عليه، اللي انت وعي بالمحيط تبعك. في هو الوعي الباطن، هذا الوعي الباطني او اللاوعي او العقل الباطن او الهالات اللي بدك تسميه. فهو هذا الجزء الداخلي فينا. شو هو؟ هو بيعتمد تمام على حس داخلي فينا، على قوة داخلية فينا. نحن بظاهرنا هذا اللي نحن منشوف الحالة عنا، كنا الوعي تبعنا هذا تعتبر لا تتجاوز أقل من 1%. يعني أنت وإذا عم نشوف هذي حواليك، يعني حطيكيها بكتير بساطة، يعني أنت إذا هلأ أنا قاعد هون بالغرفة تمام، أنا شو شايف؟ شايف مواجهي تلفزيون عم يطلع فيلم، عم يتفرج عليه، عم يطلع أخبار، عم حلل. هذا هو وعي. بس بنفس المكان هذا اللي أنا قاعد فيه في حالة لا وعي أعلى، موجود فيها الجن، يعني هن سكان المكان. فالشخص اللي عنده حالة وعي أعلى أو اللاوعي بيسموها، هي مو لازم وعي، لا مو بتقدر تقول لا وعي، بتقدر تقول مصطلح شو وعي أعلى من الوعي الشخص العادي. فهدول الأشخاص الكاشفين اللي بيطلع بإيدهم شو يعملوا، ومنسميهم نحن المستبصرون،
صاحبين الكف المفتوح الزهراويون، فبيطلع بإيدهم يشوفوا حتى جزء من الأرواح أو من الهالات. في أشخاص بتقدر أن يكون شخص قاعد مواجهة وهو عم يحكي ومتستوعب الوعي تبعه، تستوعب شو عم تاخد تعطيه معه. في أشخاص بتقدر تقرأ أفكاره، فهدول كمان عندهم حس أعلى، وعي أعلى. طيب في أشخاص عندهم وعي أعلى بإمكانهم يستوعبوا المرض، بإمكانهم يستوعبوا حتى الجراثيم، بيقولوا لك حالة سلبية بيشوفوا حالة سلبية بيشوفوا الجراثيم نفسها. في ناس عندهم حالة وعي أكتر، بيطلع بإيدهم شو الوعي تبعهم أعلى، ممكنهم يشوفوا الملائكة. طبعا إذا هلأ أنا قلت إنه في شخص عنده مقدر يشوف الملائكة، الناس حتكفرك تكفير مو طبيعي. ليش؟ وخاصة الأشخاص المادين. يعني هلا في أشخاص يلي هن مثلا جينا الأشخاص الدينين، في منهم بيعتمدوا على حالة الوعي المطلق، وهن أمثال السلفيين، أمثال أخوان المسلمين، أمثال الأشخاص هدول اللي بيعتمدوا على أنه واحد اثنين ثلاثة، زلمة حكى حديث عن النبي، حديث عن صحابي، حديث عن كذا، بياخذوا منه اللي بالدنيا وبيفسروه على حسب تفسيرهم يلي هن استوعبوا وبيرقدوا بالقصة. ما بتقدر تناقشهم بحالة اللاوعي أبدا، ولا بتقدر تناقشهم بيقولوا لك إن عنا روحانية، هن لا عنا روحانية ولا عندهم شيء، هن بتلاقيوا مثل الآلات خلاص قروا الشغلين بيفهموها هيك بظاهر الأمر. وفي الأشخاص اللي هن اللي بيعتمدوا على حالة باطنية أمثال الصوفية، تمام، وهدول بيعتمدوا انه خلص احنا في عنا في جزء باطني، لدرجة كمان في من الصوفية ما بيعتمدوا على حالة الوعي اصلا، لدرجة انهم بيعتمدوا فقط على حالة الارسالات والاحلام. طبعا هي اذا حكينا نحن على مين؟ على الاديان. وقيس على هاد كتير جميع الاديان. اذا جيت للاشخاص الماديين او العلم، في اشخاص شو بيقول لك؟ بيقول لك انه نحن اشخاص نخترع واحد اثنين ثلاثة تصير الدنيا كلياتها، شخص بيخترع زي ما بيطالع اختراع، الاختراع بيتطور، البشرية بتتطور، نحن أصلا أصلنا شو البشر؟ كنا أصلنا رود، اتطورنا شوي شوي صرنا بشر، واحد اثنين ثلاثة بتعرفوا نظرية التطور. بيقول لك خلصنا، لا تفكر ولا كذا، لا في خوارق لا في جن لا في شيء، يعني الجراثيم شفناها بالمجهر، ما في شفناها ما بنعترف فيها، الجن شفناها بأنه ما عم نشوفها ما في، ما بيأمنوا بحالة ان الوعي أعلى وبفوتوا بهالقصة. وهدول كتير أشخاص موجودين بأوروبا وموجودين بأمريكا وموجودين حتى بالعرب، كل هالشغلة، وذلك كل واحد فيهم تحكي كلمة بيطلب يقول لك أعطيني دليل علمي، أعطيني دليل كذا. حتى هو كلمة دليل علمي ما بيعرفها، لأنه حتى دليل العلمي كل نظر في نظريات علمية دائما تطلع نظريات جديدة بتنقض النظرية اللي قبلها، فما في شيء مثبت. فهاد كمان شخص بيعتمد على واحد زائد واحد زاوية اثنين، ما بيستوعب الفكرة كلها. في أشخاص عكس تماما بيجي بيقولوا لك لا نحن من جماعة نظرية المؤامرة، بيقولوا لك لا ما في شيء بالعالم إلا في أشخاص بالخفاء هي اللي متحكمة، في مخلوقات فضائية هي مأسرة، تمام. الإسلاميين أو الديانات السماويين بيقولوا لك أنه في جن وشياطين، بيقولوا لك مخلوقات فضائية هي متحكمة بهالبشر، هي اللي بتوصل بتتحكم بالناس وبتخليهم يساووا الكورونا عبارة عن مؤامرة أو وبيستعينوا أنه هن بيشوفوا شايفين بالمخلوقات الفضائية اللي ما حدا شافه. طيب مين الصح ومين الغلط؟ هلا كله صح وكله غلط. الشخص اللي بيعتمد على حالة المادية البحتة كتير فهو شخص غلط، والشخص اللي بيدخل بالحالة الروحية كتير من دون ما عنده المادة غلط. الشخص الصح اللي بيعنده توازن ما بين الحالة المادية والحالة الروحية. أنا أعطيكم مثال، أنا شخص ودفت بهالعلوم هي، حاولت أجمع ما بين العلمين الحالة المادية والروحانية، إنه شفت هدول عندهم صح
وغلط، وهدول عندهم صح وغلط. فهي شغلة في العالم كنت حاول اني اجمع بين الاثنين. فكيف؟ فكنت وتجيني اي شغلة اشوفها، يعني مثال بتعرف انه بالعلم الباطن بامكانك تشوف علوم، اهم شفت علم بالعلم الباطن ما احكي فيه، اخده ابحث عن دليله بالحالة المادية، لقيت له دليل وهذا الدليل لقيت له كتب ولقيت مين حاكي عنه من زمان و و و و و اعرف انه هذا مين حكى وبتقدر تحكي فيه. ان ما لقيت له دليل حاول اعمل له تجارب شوفه بينفع لما لا، مثلا شفت العشبة الفلانية بتفيد للمرض الفلانية، فدور انه في شيء من الاصل، اذا ما لقيت اخذها طبقها واعرف المكونات تبعها. وطبعا لازم اعرف مكونات، اعرف شو يعني المعادن، شو يعني الفيتامينات، وشو بتأثر وما بتأثر على الجسم. فحاول هذا كلياته اعمل له تجاربه واعرفه. يعني انت واذا بدك تيجي تقول العشبة الفلانية بتأثر، بدك تعرف شو يعني زيوت عطرية، بدك تعرف شو يعني فيتامينات، بدك تعرف شو يعني معادن، بدك تعرف شو يعني الاحماض الامينية، بدك تعرف شو يعني بروتين، بدك تعرف شو شو بتتأثر وليش بدها تتأثر. بدك تكون هي الأبحاث كنا قارية بما تجمع بين العلمين لتقدر تصل لهالشيء. هلا ما في شيء بالعالم إلا بيتحلل وبيطلع شو هي المادة تبعه. فهون لتقدر أنت لتصل لحل هالقصة هي تمام، فأنت بدك تكون عندك علم. فأنتوا لتقدر تصلوا لحالة هذا الوعي العالي، إذا كنت أنت مادي لازم تدور على شو؟ على الجزء الروحي اللي عندك. كيف بدك تدور على الجزء الروحي؟ فأنت لازم يكون أول شغلة وإذا تكون متمكن من المادي تكون متمكن منه بدراسة، بعدين تتحول للروحي، تتحول من خلال التأمل. يعني لازم يكون يوميا عندك أقل شيء 10 دقائق تغمض عيونك وتصير شو تعمل بالبداية. توصل اللي ما له متعود على التأمل بده بالبداية من أسبوع ل15 يوم يوصل إنه ما يفكر، فقط يسترخي 10 دقائق من دون تفكير. عفوا ما معي كارونة بس على صغيرة نشف حلقي. فقط شو بتعمل 10 دقائق؟ ال10 دقائق شو بتسوي فيها؟ بتفوت بحالة استرخاء وما بتفكر بشي. بعد منه بصير في عندك صفاء ذهني، بعدين بصير بتفكر بشغلة واحدة، بعدين بصير بتطلع على اي شغلة بتحاول تشوف الهالة. يعني وقت بتطلع بصير بتركز بتشوف الهالة تبع الصوفاية، الهالة تبع التلفزيون، هالة البشر، لصيت غاصل انك الهالة. هالة اللي تقدر تشوف الضوء بيساعدك، بتصير بتعرف انت شو بتساوي. بتطلع وبتشوف مثلا هلا انا عم طلع على غرفتي ومبلش طلع من يميني لفوق لتحت لشوف اني صارت فيها هالي، معناتها انعكاس الضوء هاد بيساعدني. بصير احفظ انعكاس الضوء تبع غرفتي والزاويه المعينه، وبصير الزاويه هي بتطلع فيها. من الشغلات التانية اللي تقدر تشوف فيها الهالات، مو انك تطلع مباشره على القصه بتشوف، بتلاقي انك اذا بتطلع بجنب عينك اليمين او الشمال هيك بصير الرؤية تنكشف عندك أقوى. وإذا بتبلش تشوف الهالات وتعرف كيف تكشفها من زوايا معينة على حسب الألوان، بعدين بتبلش تقوي السمع تبعك، بتبلش إنك تقعد بأذنك وتحاول تسمع، تركز بأذنك، بصير تسمع المخلوقات الأخرى، بتسمع أول شيء تشويش، بتحاول تسمع تاخذ من الوعي تبعهم، بعدين وبتصل لحاله مو سمع، تجيك الفكره بالدماغ، صوت بيجيك داخلي. هذا الصوت بيجي يا عن طريق اذنك او عن طريق قلبك او عن طريق صدرك على حسب انت الشاكرا اللي تبعك المفتوحه. فبيجيك صوت، هذا الصوت لا تخاف منه، صوت من العالم الاخر، فممكن يكون من الجن، ممكن يكون من الملائكه. هذا الصوت اللي بيجيك تمام بتاخذ وتشوفه يا ترى هو حقيقي، بس ما بدك يجيك الوهم يجي لك انت نبي، انت ولي، انت شخص صالح، لا، هذا معناته صوت شيطاني. الصوت بده يجي لك مثلا حدا جاي عم يدق الباب، بده يدق عليك الباب بعد 10 دقائق، بعد 10 دقائق دق الباب، خالتك،
رح تتصل فيك تليفون فلان، بتبلش هون حالة الكشف عنكم تقوى، بتبلشوا انتو تسمعوا، تصير بقى شخص اذا بده يحكي عليك تستقرئه وبتسمعوا شو عم يحكي. اذا شخص بده فايت وجواته عم يسبك وهو عم يضحك بوشك، بتبلش تقرأ حالته، بصير بتفرق لون الهالة بالشخص اللي بيحبك والشخص اللي ما بيحبك، الشخص اللي بيكرهك والشخص اللي ما بيكرهك، والشخص اللي عم يكذب عليك. الشغلة بدها شوية تركيز، وكلكم بتقدروا توصلوا هالمقدرة، وأكثر الأشخاص قادرين يوصلوا لهالمقدرة بسرعة هن الأشخاص مين؟ الأشخاص الزهراويين اللي حكينا عنهم. طبعا أنا ما لي نسي يكون الزهراني إلى الزهراويين، إن شاء الله قريبا بعد العيد حعملكم الجروب اللي قلتلكم عليه، وجهزوا حالكم حنعملكم الجروب تبعكم ونبلش نعلمكم ونساويكم، ومن كل دول العالم تتواصلوا مع بعض وعلمكم كتير شغلات خاصة بالزهراويين. فمعناتها هلأ أنتم مطلوب منكم شو؟ تبلشوا تتدربوا على التقنيات. وإذا كان إرسالك أنت بقى شغلة إرسالك سلبي، يعني اللي عم يجيك إرسال لقد الله شيطاني، دغري شو تعمل؟ أكبر سلاح ضد الشيطان هو آية الكرسي، تمام؟ إذا كان جني آية الكرسي ما بتأثر عليه، إذا جني شخص منيح، ولكن الشيطان يهرب من آية الكرسي، تمام؟ إذا ملك ما بيأثر عليه، فأنت هون عندك تحصين من أي أرسال شيطاني هو آية الكرسي، فهيك لحالك. إذا كنت غير مسلم فبكل بساطة وبتطلب مثلا كنت مسيحي بتقول اللهم بحق الإنجيل أحمني من الشياطين وأعوانهم، وإن كنت يهودي اللهم بحق التوراة أحمني من الشياطين وأعوانهم. هيك شو بتعمل؟ بتخلص من الشياطين، أن الشياطين ما بتقدر على الكتب السماوية، لا بتقدر لا على القرآن ولا على الإنجيل ولا على الزبور ولا على التوراة، هدول كتب ما بيقدر عليها الشياطين ولا بيقدروا يقربوا عليها. فهي سلاحكم ضد الشياطين وهي. وإذا واحد ممكن يعني حس بجزء من الخوف، بإمكانه شو يعمل؟ يحمل كتابه السماوي ويكون هي. وإذا واحد ما عنده حالة إيمانية بإمكانه شو يعمل؟ تمام؟ الله بيكون هو مادي كتير، فممكن ما يستوعب القصة أنه جن وعفاريت، يستوعبها مخلوقات فضائية. لا أوكي، أنا ما لح فوتكم كتير المتاهة بحالة الوعي، إيه هي شو يعني مخلوقات فضائية وشو يعني جن؟ أكيد في فرق بيناتهم، وأكيد في رسائل بيناتهم، وأكيد الاثنين موجودين، تمام؟ بس الموضوع ممكن للقد يعني تتخيلوا أنه كتير الفضاء، يعني قصة المخلوقات الفضائية مو عمرها 50 و60 سنة، هذا موضوع عمره آلاف السنين، من أكثر من 10,000 سنة، من قبل طوفان نوح أو مثل ما بنسميها صراع الحضارات بين حضارة راما وحضارة أطلانتس. الموضوع من هداك الوقت وقبل. طبعا في شي شخص بيقول انت شو عرفك بهالقصص هي اذا من حضارة اطلانتس من 10,000 سنة؟ والله انا قريت وشفت. ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. الفكرة اللي انا وصلت لها بعد اشي كلياته، شي شفته بعيني، شي شفت قريته وحللته بعقلي وصلت للنتيجة. فالنتيجة ممكن تكون على حسب عقلي انا صح، وبجوز تكون غلط، بجوز بعد 50 سنة يطلع شخص تاني او اشخاص تاني يحددوها طريقة تانية. هلا هي المعلومة اللي انتو يبكوا تستوعبوها، الرسالة اللي بتجيك من اللاوعي الكوني او من العوالم الاخرى. هلا بتفسرها نحن على حسب محيطنا، على حسب ثقافتنا. ان كنت انا لما انتو فبنفهمها على حسب المحيط تبعنا. أيام الرسائل بتكون كبيرة لدرجة إن لسانك ما بيعرف تفهم، ما تعرف تحكيها، تمام؟ يعني مثلا موتيل واحد مثل ابن العربي مرة عم أقرأ عنه بأحد الكتب تبعه، حكى فيها إنه شاف مخلوقات. هي المخلوقات
تشبه المخلوقات الفضائية، وصف وصف طبيعي، بس هو ما حكى أنه المخلوقات فضائية، قال في أشخاص بعوالم أخرى عايشة بكذا كذا مثل مثل الجن. هو هيك شافهم، هو ثقافته ما كان ثقافة المخلوقات الفضائية، ما كان موجود المصطلح، هلا موجود مصطلحنا. في أشخاص بيفهمون مثل الرمادين أو كذا، هم من الأشرار أولت الموضوع وآخرته بيفهمون أنه شياطين أولت وآخرته. نحن كل شيء شرير اسمه شيطان عنا بنفهمه، يعني أهل الديانة السماوية ما بيدوا يستوعبوا أنه هدول مخلوقات فضائية، بس قلهم جنوا شياطين بيدوا لك إيه أما تقولهم مخلوقات فضائية ما بيستوعبوا. الأشخاص الماديين ما بيدوا يستوعبوا جنوا شياطين، بتقولهم شو تقولهم مخلوقات فضائية بيدوا لك إيه مستوعبها. في أشخاص الماديين البحثيين ما بيدخل بمخهم كل الحكي هذا، لك كله هذا كذب وكله أوهام. تجي تحكي كلمة بيقول لك كله هذا وهم أسيري، الوهم تبعك يعني دارسين علم نفس كتير متبحرين فيه بيقول لك هي بسيطة، ما أنت اللاوعي تبعك عم يخلق لك صورة. وبتقول لك فلان شاف مخلوقة فضائية، لك بسيطة، ما هو اللاوعي تبع له خلق له صورة. طيب إني هلأ أنا عرفت الشغلة الفلانية، بيقول لك إيه اللاوعي تبعك هو خلق لك صورة، الصورة اللي خلق لك يا هي. بتقول له طيب في ناس مؤمنين، بيقول لك يا حتى المؤمنين كليات عبارة عن خلق صورة عم يخلقها اللاوعي. طيب هدول ما بتقدر تحكي معهم، شو بقول لهم هدول؟ بقول لهم ريحوا راسكم، خليكم انتم على خلق الصورة تبعكم، مع انه في جزء من حكيهم هو مزبوط، انه اللاوعي ما عنده مقدرة على خلق صور مزبوط. وفي مدرسة خاصة اسمها التأمل المبدع اللي هي تخلق الصور وبتعيش فيها الشخص. ايه مزبوط الحكي، ما قلنا لا، ولكن ليس كل شيء بالعالم هو من شو خلق الصور. يعني هي القصة بكل بساطة صف، يعني مثل إذا واحد كتب 9 بالإنجليزي، واحد وقف من زاوية بيقول 6 والتاني بيقول 9، التنين صح تمام. مثل كما إذا كتبنا 7 بالعربي، واحد إذا وقف من زاوية بيقول 7 والتاني بوقف من زاوية تانية بعكسه بيقول 8، التنين صح، ولكن كل مين عم يشوف من خلال زاوية. هلا انت بدك تشوف الزاوية اللي انت شايف فيها الموضوع، والشطارة انك تنتقل لبقية الزوايا، شطارة انك تشوف 9 والستة، شطارة انك تشوف وعيك وهذا الوعي تبعك من خلال المادة وبعدين من خلال الأسير وبعدين من خلال الروح وكل ما لك تطور. هلا هي الطريقة اللي عطتكم اياها كتير مبسطة، لدرجة اني ما عم عقد لكم اي امر، وشو ما كان دينك وشو ما كان معتقدك من دون ما تعتاز انك تفوت بمعتقد حدا، من خلال معتقدك من دينك بتقدر تفوت من خلال فكرك. متجرد انك تجاوزت هاي المرحلة وصرت تشوف وتبلش تتغير معك امور لحالك، بتبلش تعرف الحقيقة. كونوا بخير وانتظروا دروس جديدة، وحبي لكم ومثل ما بحبكم حبوني، كونوا بخير أصحابي، إلى اللقاء. الإنسان بالمنظور العلمي، إن الكائن البشري وفق المنهج العلمي هو من الرئيسيات، يمشي على قدمين وينتمي للنوع العاقل. وللكائنات البشرية دماغ متطور جدا، فهو يستطيع التفكير والاستنتاج، وهذا الدماغ مرتبط بجسد منتصب يستطيع التحكم بحركة يديه، مما أعطاه مجالا واسعا وأوسع من غيره بكثير في استخدام الأدوات. بالرغم من أن الكائنات البشرية تبدو جرداء من الشعر الذي يكسو جسدها مقارنة مع الرئيسيات الأخرى، باستثناء المناطق التي يوجد بها كثافة وهي متمركزة بشكل رئيسي في الرأس والأبط والعانة، إلا أن الإنسان العادي لديه تجاويف شعرية أكثر بكثير من الشمبانزي مثلاً، ولكن تصعب ملاحظتها. كان الإنسان منذ 10,000 سنة، أي قبل تطور الزراعة، يعتمد في طعامه على الصيد وعلى الثمار، ثم بدأ التطور تدريجياً وبدأت تختلف الأغذية النباتية والحيوانية وأنواعها حسب المنطقة التي يقطن بها الإنسان.
يستطيع الإنسان أن يبقى على قيد الحياة بدون طعام لمدة تتراوح بين اليومين والثمان أسابيع حسب كمية الدهون المخزنة في جسده، ويستطيع البقاء دون شرب الماء لمدة 3 أيام. يتحكم دماغ الإنسان، والذي هو المنطقة المركزية للجهاز العصبي في جسد الإنسان، بالنظام العصبي بشكل عام، بالإضافة إلى الوظائف اللا إرادية والإرادية مثل ضربات القلب، وهي من الوظائف اللا إرادية. ولكن رغم التقدم الكبير للقدرات الذهنية للإنسان مقارنة مع غيره من الفصائل، إلا أن معظمها بشكلها البدائي من تلك الفصائل. يقسم علم النفس العقل البشري إلى واعي ولا واعي، ويتحدثون عن الدافع والأفعال، وأن الدافع ناتج عن الانفعال، ويعرفون السعادة بأنها حالة انفعالية. منهم من يعتبرونها حالة عالية في الإنسان، أي يكون في تمام الصحة العقلية والجسدية والعافية والراحة. وهناك آخرون يعرفونها على أنها حالة التخلص من البؤس والشقاء. لقد انتقينا لكم هذه التعريفات والنظرات للإنسان بطريقة علمية ومفردات منطقية. قد يشعر البعض منكم أنها في تفصيلها كافية وتشكل لديه قناعة ورضا عن فهمه للإنسان. ولكن هذه النظرة المادية والضيقة لهذا الكيان البشري غير كافية. هذا الإنسان الذي كرمه الله على جميع المخلوقات. صحيح أن التعرف على الجانب المادي للإنسان ضروري جدا لارتباطه الوثيق بالجانب الروحي، إلا أن من الخطأ الفادح إهمال الجانب الأسمى من هذا الكيان، الجانب الذي يعطيه ميزات تجعله إنسانا حقيقيا، ميزات روحية وعقلية وأخلاقية ونفسية عبر العصور الطويلة والمراحل التاريخية التي مر فيها الكائن البشري بأبشع أشكال الظلم والاضطهاد. لقد تم التلاعب في تركيبته الروحية والعقلية والوجدانية، وذلك من خلال الإرشاد المزور الذي فرض على الشعوب من أجل سهولة التحكم بهم والسيطرة عليهم. فالأمر الأساسي للسيطرة على هذه الكائنات البشرية هي إقناع هذه الكائنات التي تتمتع حقيقة بقوى غير محدودة ومواهب متجددة وواسعة وغير محدودة القدرات بأنهم مجرد رجال ونساء عاديون يحيون حياتهم بلا هدف ولا غاية. عندها يستطيعون الإمساك بهم والتلاعب بهم كيفما شاءوا. لذلك أصبحنا لليوم في جهل تام بحقيقتنا ككائنات بشرية وحقيقة الكون الذي نعيش به والمحيط بنا. لقد نسينا أنفسنا وعظمة الكون الذي نعيش به، وسلمنا أنفسنا لمجموعة من المرشدين المغرضين يتحكمون بنا كما يشاءون. فإذا كنت حقا تريد أن تعرف حقيقة من أنت كإنسان، من أنت ككائن بشري كرمه الله على جميع المخلوقات، من أنت كخليفة على هذه الأرض في كون مسخر لك كل ما فيه، إذن تابعوا معنا هذه الرحلة الممتعة والتي تحمل في طياتها العلوم والمعارف والمفاجآت والأمثلة والنماذج التي قد تغير حياتكم بشكل جذري من خلال إدراككم لحقيقة نفسكم وقدراتها مهما كانت في حالة متطورة من السوء أو الجهل.